السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله احنا كنتواجدوا في واحد المحل ديال بيع الدجاج والارانب والسمان والبيض البلدي والبيض ديال الضو. احنا كنتواجدوا عند سي مراد، غادي ندير واحد الدور داخل في المحل ونشوفوا واش كاين، ونشوفوا الاثمنه ديال الدجاج وديال البيض وديال الارانب، كلشي غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا. قبل ما نبداو هذا الفيديو خوتي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم. على بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم سي مراد. تبارك الله عليك، كي داير شي مزيان؟ كلشي بخير؟ الله يحفظك بارك الله فيك خويا مراد. غادي ندير واحد الدوره هنايا في المحل، وقلنا الاثمنه واش عندك هنايا. بدايه بالقناين، كاين القناين اخويا، القناين هادو البلديين، هادو البلديين، وكاين الكرواسي، كاين البلدي وكاين الكرواسي، راه مخلطين. راه مخلطين. شحال الثمن ديال الكرواسي وشحال ديال البلدي؟ 4300. كاين الكرواسي 4000، يعني الكرواسي 40 درهم بيناتهم، والبلدي 43 درهم الكيلو. خويا واش هذا العجب هذا؟ هذا خويا القطني، سميتو القطني، شكال؟ سبحان الله العظيم، لا عمرو ما شفتو انا اول مرة. قليل قليل، ما كاينش. الله اكبر. وكاين السمان الملاح. هذا بشحال الثمن ديالو هذا سي مورا؟ هذا خويا ما نبيعوش، هذا خليته على حساب السلاله، ولكن الفلان الزياله عندي. ياه كاين عندك؟ ياه هذا راه يمكن انت هو الوحيد هنا في مدينه بركان اللي عندك. ما كاينش ما كاينش. مين جبت هذا من شريت؟ 150000 باش نبيع. 150000، تبارك الله. السلاله ما كاينش. ما كايناش هذه السلاله. عندي بهذا التكرف ديالو. عندك انت ديالو؟ شحال ديال الفروخه عندك؟ الفروخه عندي 7. تبارك الله. كحل وجوج بول. والله لا باس، تبارك الله. شي حاجه واعره هنا في بركان اللي كانت تبقى هذه السلاله هذه. الله يحفظك. ان شاء الله ان شاء الله يسخر. وهذا السمان ياك؟ بالله هو السمان. هذا بشحال الثمن ديالو؟ 13 درهم. 13 درهم. هو البيض ديالو. عندك دار البيض ديالو، بشحال ديال البيض ديالو؟ 13 درهم. 13 فيها 18. فيها 18 لا 18 الحبه فيها بشحال دير؟ 13 درهم. 13 درهم 260. اوكي. والبيض؟ البيض بشحال كاين من ماما؟ 8 درهم. الله يلا باس، تبارك الله. البيض راه كاين انواع واشكال. كاين ثلاثه ديال لي مارك. هاك الدجاج ديال الضو. واه الدجاج ديال هذو كرواس. غير ديال الضو خرجوا بهم الماركه هادو شديتهم. هاك يعني خرجوا جاو مع السلعه، جاو مع السلعه هادو راه مزوخين مزوخين وخليتهم. تبارك الله. والدجاج ديال الضو شحال راه يدير هذا؟ 19 درهم. 19 درهم. الدجاجه شويه طالع ياك؟ بالنسبه لها الثمن هذا بزاف. بالنسبه للمواطن يعني ماشي يقدر يشري، يجي له يجي له قاسحه. الدجاجه 4000 4500 5000. والتجاره كتكون ناقصه على حساب التجار. واه يعني بينما انتم بحال ذاك الناصب اللي كتديه وكتديه سواء كان طالع سواء كان هاو. حنا من الربح يكون رخيص. من يكون رخيص كتكون الحركه. 42 تسربي بزاف. واه كاين الطوناج. واه. ضرب الطوناج. عمرك هكا بزاف. قلنا من 4000 4800. والثمن يعني ما عندكش فكره يعني علاش طلع؟ واش السلعه ما كايناش؟ واش يا موجود؟ السلعه موجود تبارك الله. كاين ديال 3 كيلو. تبارك الله. 3 كيلو. يعني كي توصلكم ان السلعه فيها 3 كيلو في الدجاجه تعرف بان راه كاينه السلعه في الكوارع. موجود. هذا هو القنطار. كان يدير 42 ولا يدير 48؟ 48. تبارك الله. صحاب الوافد تاهما زادوا عليهم في ليسانس، راك تشوف. ايه ترونسبور يولي يخدموا بدرهم. واو يعني كل شيء زاد. احسن له احسن له. وبالنسبه للناس بحال البيض هاو داير 95 درك، انا باش ندير 22 ما نقدرش. داير له درهم. واه دير 5 فرنك. واه 30 دور في الطابير، درهم ونص في الطابير. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو عندك هنايا، قول له البلاصه فين بالضبط؟ شارع الوداديه. شارع الوداديه. شارع فلسطين. غادي ندير واحد الدور هنايا. الاخوان اللي بغا يجي هنايا، هي لو توروت ديال الوداديه والمحل. تحت حارها من هنا لتحت، تحت حارها من هنا، والمحل هو هذا. هذا هو المحل. الله هذا هو المحل. السلام عليكم. الله يعاون. رجال الصادق مليح؟ الله يحفظك. ها هو الدجاج. هذا الواجد ولا ديال شي واحد؟ الواجد. تبارك الله نقية بها اللي تدعو خدمة نقية. شي واحد يجي يبقى الواليد يقول لك اعطيني الدجاجة ضروري تطيب. واه كاين اللي يكون مقلق. واه نيشان كاين.
تبارك الله. كبادي ديالهم كلشي كاين، الارانب كلشي كاين تبارك الله. هذه هي الطريقه ديال الفقير ياك. هذه فرصه بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش يفقروا الدجاج. ها هو السي مراد يوريكم غير بلاتي. شحال من عام لك خدام في هذه الخدمه السي مراد؟ اخويا واش غادي نقول لك تطبت؟ اقول لك خدمت. شحال تكون مسيره بلا خدام في هذه الصناعه؟ واش غادي نقول لك على حساب 9 سنين. 9 سنين ديال الصناعه تبارك الله تبارك الله. ربي يسخر ان شاء الله. داك الشيء شنطن. وبالنسبة لهذا الشهر ديال رمضان كاين شي إقبال على الدجاج ولا رجعوا ناقصة مع الثمن؟ مع الغلاء 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 هو اللي كيك. هذا هو المشكل. لا الغلاء هو اللي خصنا 15 درهم فوق الدجاج ماكسيموم ديال الدجاج خصو 15 درهم. خصو ما يفوتش 15 واه. دروك المواطنين تيقول لك الفلاح راه مزيان هذوك نسول الفلاح يقول لك فين، يقول لك ما عنديش الربح انا فيه. فاش ما عندوش الربح؟ ما عندوش الربح من يكون داير 15 واه هذا هو المشكل. هكذا بهذا الثمن يقول لك ما نسيتش. 48 يعني راه بين جدي باش يكون يوكل الكوري راه ما عرفش شحال كياكل في النهار. سيارة كبير وما كيكونش غير العتا و تابع حوايج اخرين ابار العلف الدواء. واه واش هو؟ ادوية الدجاج. واه سيارها طالعة ادوية كلشي زالو فيه. هو المشكل اللي كان درك الا الدجاج هو دا مول كوريا كل العمود هو الذي يخسر. ودرك راه يقول لك مانيش هاك يوم راه يسلك و الا عاود الدجاج طلع و داك يسحب الحوانت والناس ما يقدرش يشري انت ما تخدمش. هذا العام الفائت كنا تنضربوا القناطر في رمضان. في رمضان تبارك الله. ودرك ها هي قنطار ما نكملوش يا خويا 100 كيلو ما تكملهاش. و 100 كيلو 150 درهم ديال الربح وزيد عليه عاود السيارات ديالكم انتوما. واش هو السيارات ديالكم كاع لك؟ الميكان الماء الضو الكرياطان عاد تخدم ولا ما تخدمش؟ يلا الميكا البوطه البوطه خدام كلشي يجبد كلشي يجبد. يلا تي كوسور تخوي قنطار كاع 90 كيلو يعني الدجاج ينقص ياك يعني بحال خويت قنطار ود النهار كامل ولا فوقاش كينقص؟ ينقص ينقص اخويا غير تخوي السلعه ينقص يخاف 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 يتخلع. اي هوتو غير بالكوري بالكاميون للزريبه يهود هذا هو المحل. سي مراد هكذا هاد الدجاج ها هو هاد المريقة نقاوة لا لا حاش الله. امين امين. يلا خوتي تبارك الله عليكم وشكرا شكرا شكرا للمشاهدة وبسلامة عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.